يواجه الاقتصاد العراقي جملة من التحديات بدءا من تراجع أسعار النفط وصولا إلى التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في سياق ضعف الخدمات العامة وعدم إحراز تقدم كاف في مكافحة الفساد المستشري. تقرير لمعهد التمويل الدولي تابعه مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية انتقد وفي عدة نقاط الموازنة المقترحة للعراق حاليا، وهي ثاني أكبر الموازنات المقترحة في البلدان العربية، وقال إنها تأتي بعد سنة شهدت أسوأ نسبة انكماش منذ العام 2003 وبلغت 11.2%. ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.6% خلال هذا العام، والناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.1%. وذكر التقرير إن الموازنة أظهرت كيف أن العراق يعتمد كلياً على عائدات بيع النفط، إذ تخطط الموازنة لبيع 3,250,000 برميل يومياً بسعر 42 دولاراً لكل برميل، لجمع قرابة 50 مليار دولار خلال 12 شهراً. مشروع الفاو الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية لم يخصص له سوى 400 مليار دينار، أي قرابة 273 مليون دولار، ما يمثل 12% فقط من كلفة إنشاء الميناء، فيما خصصت مبالغ كبيرة للصيانة والمستلزمات السلعية للوزارات. ويبين التقرير إن موازنات نينوى وصلاح الدين والأنبار مجتمعة تبلغ 918 مليار دينار، وعدد سكانها يقترب من 7 ملايين نسمة، في حين تبلغ موازنة محافظة ديالى لوحدها نحو تريليون دينار، مع أن عدد سكانها يزيد على 1.5 مليون فقط. وينتقد التقرير كيف أن موازنة وزارة الزراعة تبلغ 310 مليارات دينار، وهي أكثر بمليار دينار فقط عن موازنة الوقف السني، على أن يكون تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار السندات الوطنية بحسب ما تقترحه الموازنة للعام الحالي، إذ تبلغ قيمة القروض الداخلية للدولة العراقية نحو 67 مليار دولار، أما الديون الخارجية فتبلغ نحو 60 مليار دولار، أكثر من نصفها ديون مستحقة على العراق منذ فترة الثمانينيات من القرن الماضي إبان الحرب ضد إيران.